اقتصاديا، قالت غرفة النقل والمواصلات بولاية الخرطوم إن نسبة الحافلات التي تعمل بكافة خطوط الولاية لا تغطي 30% من الحاجة الحقيقية للمواصلات. أرجع رئيس غرفة النقل بالإنابة عبد اللطيف سيد أحمد في تصريحات صحفية تفاقم أزمة المواصلات هذه الأيام لانعدام الجاز، وأن سعر الجالون في السوق الأسود وصل ل100 جنيه رغم توفره في محطات الوقود بسعر 25 جنيها. ودعا سيد أحمد الحكومة للتعامل مع أزمة المواصلات بصورة جديدة ووضع الحلول المناسبة، وأكد أنه حال استمر الوضع دون معالجة لجذور الأزمة فلن تحل قريبا. وأوضح أن غرفة النقل تقدمت بمذكرة لمجلس الوزراء للمطالبة بفتح الاستيراد لمركبات النقل والإسبرات وإعفائها من الضرائب والجمارك. أعلن وكيل وزارة المالية مكي مرغني عن ترتيبات للدولة لرفع الدعم عن السلع وإعادة هيكلة الدعم، واصفا الدعم الحالي بأنه مشوه ولا يحقق عدالة حيث يذهب للمستحق وغير المستحق، لافتا إلى تحول الدعم إلى مالي يستهدف المستحقين ويتم تقديمه من خلال بطاقة بيولوجية خاصة بالمستحقين. في المستقبل سيتحول الدعم إلى دعم مالي مباشر. أعلنت المملكة العربية السعودية عزمها زيادة استثماراتها في القطاع الخاص بالسودان، وقالت وزارة الخارجية في بيان لها إن وزيرة الخارجية أسماء محمد عبد الله استقبل السفير المملكة لدى الخرطوم علي بن حسن جعفر، وتسلمت الوزيرة من السفير رسالة خطية من نظيرها وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان. وأشار البيان إلى أن السعودية أكدت عزمها زيادة الدعم خاصة في المشاريع الصحية التعليمية والخيرية. دعا اقتصاديون الحكومة الجديدة إلى استنهاض موارد البلاد عبر التقنيات الحديثة خاصة في مجالات الزراعة والإنتاج الحيواني والصناعات المرتبطة بها لتحقيق نسبة نمو تتجاوز 10% في حدها الأدنى. وقال هيثم محمد فتحي المحلل والباحث الاقتصادي إن الحل الناجع للتحكم في سعر الصرف يكمن في وضع خطة وتدابير لاستقطاب أصحاب الموارد الحقيقيين سواء كانوا مصدرين أو منظمات طوعية.